السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق صورة للفنان الجزائري القدير والممثل محمد عجيمي بعد غياب طويل عن الشاشة الجزائرية. وحسب الصورة المتداولة والتي تداولت عدة صفحات على الفيسبوك، تظهر الفنان القدير محمد عجيمي وقد تقدم به العمر وتغيرت ملامح وجهه كثيرا، ولكن الابتسامة لم تفارق محياه. وتفاعل ناشطون جزائريون مع الصورة المتداولة ودعوا للفنان بموفور الصحة والعافية والعمر طويل. يعني هي في الحقيقة راني جاية نقصدك في واحد الأمر. ماذا بيا لا بغات تسلف لي مليون، راني من بعد نرجعهم لك.